السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الأصدقاء؟ بخير هانين. كي دايرين العشران؟ كي دايرين الوالدين؟ إيوا تهضروا معانا. ده حي الحسانية، حي الحسانية. ده انتظروا معانا هنا، الدنيا ممتازة بالرجولة. أحسن بلاد هو المغرب، عندنا المغرب زين، ولكن واخا عندنا المغرب زين، الاحكام الديمقراطي ما مطبقش عندنا بالرجوله. عندنا الخيانه بالرجوله، عندنا المسؤولين ما واقفينش وقفه نضاليه مع الشعب المغربي بالرجوله. المغرب عندنا الناس بالرجوله كتعاني بالظروف وبالزمان وبالمشاكل بالرجوله. لانه علاش المغرب ما كاينه لا خدمه لا والو في المغرب بالرجوله؟ لانه علاش الشوماج عندنا ما كيتخلصوش؟ حق لعباد الله الشوماج انا كره كيتخلصوا من شهر شهر. شي من اللي ما خدام مردام يشد شي بركه بالرجوله باش المغرب عندنا يكون واصل، ما يكونوش الناس مكرسين بالحياه ديالهم. لانه هاد الهضره اللي كنهضر معاكم انا كنعاني بالظروف ديالي. هانتوما كتشوفوا دابا كندور نقلب على خدمة، عيش مندور ما كاينه لا خدمة لا والو، الدنيا مسكتة. دابا اللي خدام شي خدمة، دابا ما نكذبش عليكم، الخدمة ولات عبودية. اللي خدام شي خدمة دابا ولا كيجيب عمو ولد عمتو ولد خالتو وخالو نسيبو، ولا يخدمو بشي محل كيستغلوه بالرجولة. قال لي يخدم شي محل كيجيبوا لمولي المحلات الزيت، يجيبوا لهم الدجاج وكيعبدوهم بالرجوله. نو هادشي علاش اللي ما كايناش الخدمه بالرجوله. عيت مندور ما لقيتش. انا حتى الخدمه دابا ولات عبوديه بالرجوله. بغيتي تخدم في شركه ولا كدا خصك تدبر على الشاب، عادي يمكن لك تدخل شركه. هانتوما كتشوفوا في الدوره وكيفاش عامله. انا نهدي لكم واحد الجامع تبارك الله تمي ديز من هنا، وعجبني واحد الجامع زوين، عجبني واحد الجامع زين. لان الدنيا اللي فيها هو الجامع. هانتوما انتظروا، الدنيا هنا ممتازه. انتظروا معنا تبارك الله على السمعه، على سمعة كيفاش جيرة. شوفوا على جامع تبارك الله كيفاش داير. شوفوا على جامع الخير ديال الله. سعدات اللي كيصلي وكيصدق وكيعشر وما كيخون، ما كيكذب ما كينافق، كيموت معزز مكرم. هانتوما شوفوا الباب ديالو منين كيدخلوا القوس، هانتوما كتشوفوا في الدنيا ممتازة. هانتوما شوفوا الدنيا تبارك الله كيفاش داير. شوفوا الجامع تبارك الله كي داير. هادو اللي بناو هاد الجامع الله يرحم ليهم الوالدين. دوق اللي بناو هاد الجامع الله يرحم ليهم الوالدين. أو تبارك الله على جامع كبير، الله يرحم ليهم الوالدين اللي بناو هادشي، الله يديهم الجنة. الناس كتموت وكتخلي التاريخ ديالها. الناس كتموت وكتخلي التاريخ ديالها.
ما في الحقيقة ما نكذبش عليكم، معصب مزيان والله، انا ما نكذبش عليكم، غنبقى نصبر نصبر تاني انا والمسؤولين، صيفط لهم شي رسالة نيت لي باش يديوني للحبس، الله ما خير ليا الحبس نعيش فيه ولا نبقى ندور انا في الدنيا هادي. انتم شوفوا الدنيا تبارك الله كي ممتازة، هاي لا بيلان زيزا وكتغوت، ما هزات واحد وكتغوت، علاش باش يديروا ليه الطريق؟ العياقة ديال والو، ابو الدنيا كتبان لكم هنا ممتازه لحي الحسن، كان يدير هاد الرساله الناس ديال برا بيضاوة، انتم تشوفوا مدينه كازا حي الحسن يعني. حي الحسن يعني انتم كتشوفوا الدنيا هنا ممتازه، ودخلنا عليك بالله دابا بلاد هادي اللي كدور على الخدمة ما تلقاها شاي، وبنادم براني كتنعس عافي الفيافي، إذن راك في بنادم في المغرب وحار بالرجولة، دابا أنا كنت برا دابا وكنعس في الزناقي كنتسمى بحال حار، ندبر ندبر على راسي على بلاصة مزيان، انت على خرج برا الخير موجود، معيشه موجوده، انا وريونا هاد المعيشه هنا في هاد المغرب فين شكون ما كاين اللي يعطاكم، ما كاينش الله يرحمك بالرجوله، وكان بالحقيقه ما نكذبش عليكم لما عديش نقدر نقري فيه انا تنموت، المهم تبعوني في الفيديوهات ديالي فهمتيني، تبعوني في الفيديوهات ديالي تالاخر الحلقة اخر سؤال بالرجولة في الفينار ديالي غادي نقدر نتاحر انا، علاش غادي نتاحر؟ طلعت لي الدنيا في راسي بالرجولة ما استفدت والو انا، سبت والو انا في المغرب بالرجوله، الله بارطاجيو هاد الفيديو الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو هاد الفيديو، بارطاجيو هاد الفيديو الله يسهل عليكم